السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الأعزاء كل <سؤال> سنة طيبين رمضان كريم إن شاء الله بنبث فيديوهاتنا النهاردة من مدينة السادات منوفية آه ان شاء الله باذن الله احنا بنقول احنا بنعمل حاجه كويسه جدا آه بتمتع عين حضراتكم وكل واحد يعرف الصح والمفيد ان شاء الله باذن الله في حمامه طبعا الحمام ده احنا شفنا الديزاين بتاعه وهحط لك اللينك بتاعه في المصادر او في على اليوتيوب وعلى فيسبوك وهحط لك في اول تعليق ان شاء الله الديزاين اول ما جينا كان ايه المنظر عندي وبعد كده اتعدل بقى ازاي وعملنا الديزاين والديكوريشن بتاعه ازاي وفي الاخر صممناه ازاي ان شاء الله نعرف ده مع بعضنا في الفيديو حالا دلوقتي آه اول حاجه عندنا هنا كده سيادتك أنا جيت هنا حطيت كابينة شاور، ثواني لما أجيب المتر صور بس الشغل. أنا عندي هنا كده حضرتك كابينة شاور سيادتك، كابينة شاور جاية معايا عرضها متر زي ما سيادتك شايف بالظبط هتيجي معايا لحد هنا، هنا كده السكوريت بتاعي جاي كده. متر في متر ونص عرض الكابينه بتاعتي، عندي البوكس دوت هيتقسم معايا البارتيشن هيديني مثلا بارتيشن تحت وبارتيشن فوق، بيديني احط فيه شامبوهات، احط فيه استخداميات الشخصيه اليوميه للشامبوهات، للشاور، للجل لاي حاجه بستخدمها جوه كابينه الشاور، عندي لا خلاط دفن جروهي، خلاط هاند ميكسر حاجه كويسه ممتازه بتديك الكفاءه اللي انت محتاجها، بتديك صباب وبيديك منه هاند شاور وبيديني رين شاور وبيديك ثلاث اوامر في امر واحد ثلاث آه آه اوامر في امرين بوفر لك خلاط ثلاث مراحل ده بيتكلم دلوقتي حاليا في جروهي بيعمل معايا تقريبا آه 1500 والوش بتاعه ب 1000 آه يعني بيتكلم في 2500 جنيه انا لو هجيب خلاط عادي يبقى بنفس الثمن واكتر عملت لك هنا كده حضرتك كرسي قلاب كرسي قلاب بحيث ان اللي قاعد على الشاور يبقى قاعد وبياخد شاور جوه البوكس بتاعه جوه البيت بتاعه بتاع الشاور تمام كده وعملت لك كده كده بوكس قسمت البوكس دوت كده وعملت يونت تحت ويونت فوق وحده وحده بحيث ان انا احط فيها الشامبوات والاستخدام اليومي بتاعي وهحط لك برده صوره الديزاين للحمام ده وهو جرافيك في المصادر برده ان شاء الله او في اول كومنت باذن الرحمن جيت هنا انا عندي الكابينه جات سيادتك لحد هنا متر ونص جيت حطيت لك هنا حوض وحده او حوض بص هنا مديني متر وخمسة لما اشيل خمسة سنتي بلاطي يديني متر صافي حطيت لك نص الحب بتاع حضرتك خمسين سنتي زي ما سيادتك شايف كده اهو نص الحب بتاعي ال 50 سم بحيث انا احط حوض نص ركبه احط حوض يونت لان طبعا زي ما تعودنا بنحاول نعمل شغلنا على الطاير ما نخليش حاجه ركزة على الارض طبعا جينا هنا سيادتك بعد ما بعد كده خلاص الضلع ده كده خلاص خلصته هات هنا يا عم خالد الضلع ده اقف بره بعد اذنك، بره هنا. الضلع ده هنا حضرتك حطيته ضلع نهائي من الاول للاخر، جيت هنا قسمته ببيت الزجاج بتاعي اللي هو كابينه الشاور، وجيت هنا حضرتك حطيت اهو، هنا كده سيادتك حطيت الحوض بتاعي حوض نص ركبه حاجه متميزه جدا، جينا بقى في المكان ده يعني انا عندي الكابينه بتاعتي جايه لحد ايدي هنا كده، معايا المسافه اللي باقيه ديت متر وعشرين 20 زي ما سيادتك شايف بالظبط كده في المتر معايا. باين يا خالد؟ بيجي معايا المتر بتاعي بقى معايا متر وعشرين سنتي زي كده اهو ده كده هنا البيت هنا كده نهاية القاعدة بتاعتي اقف بره بعد اذنك اه فجيت هنا حضرتك عملت لك قاعدة معلقة قاعدة طايرة على وش الارض عملت لك هنا ليد بروفايل ان شاء الله الحمام ده تحفه تحفه معماريه من تفكير وتصميم من بدايه تو زد محمد صلاح بعون الرحمن اللي هو العبد الله مش محمد صلاح بتاع الكوره آه فبعون الرحمن يعني هتشوف فعلا السمتريه والعين طبعا لما تلاقي سباك يعمل لك الديزاين بتاعك وان شاء الله تبقى حاجه تعجبك ان شاء الله يبقى لازم نقول على الراجل دوت ندي له حقه على الاقل آه دعوه كويسه آه إنها هي تفيده في حياته او الكلام ده كله فأنا عندي هنا طبعًا البيت بتاعي الكابينة بتاعتي آسف اللفظ ثواني يا محمود محمود ثواني هنا القاعدة المعلقة بتاعتي جروهي عندي هنا شطاف بارد بس طبعًا العميل مش طالب بيكون في سخن وبارد عندي هنا شطاف خارجي بتاع التواليت وطول عمري بقول بعد إذن حضراتكم أحط هنا الشطاف بتاعي ما أحطهوش جنب التواليت هنا اللي بيحط جنب التواليت هنا ده معاه ربنا في التشطيب ثانيا آه الخواجة اللي صنع القعدة المعلقة حضرتك لو مش عايزك تحط المخرج ده آه لو عايزك تحط المخرج مخفي داخل الصندوق داخل القعدة اسف الجو طبعا صيام طول النهار فالواحد بيحاول يعني ايه يبقى مركز شوية معلش في الكلام آه طالما عندي هنا بحاول بقى المخرج بتاعك مع التشطيب بيجبرك بقعدة معينة ولو كده بتلاقي الوصلة متنية على العاصي فبص بتبقى الوصلة داخلة متنية الميه ضعيفه تبقى بتديك حاجه في الاخر بصراحه انا عن نفسي ما فكرتش اني اعملها او جربت اني اعملها قبل كده فبحب احطها بره هنا علشان الخواجه اللي صنع القاعده عمل لك مخرج من الجنب للميه بتاعتها عندي ده هنا محبس عمومي للحمام ده ده محبس عمومي على الصندوق عشان لو عندي صيانه يجي حد من احد الناس اللي هي الفلاسفه في السباكه يقول لك الصندوق داخله محبس طيب حضرتك الصندوق داخله محبس انا العميل هعرف اشيل الوش واعمل له للمحبس المحبس لا قدر الله لو في صيانه طبعا لا. عم استدعي سياده السباك او اجيب الشركه بتاع الجروح عم يجي يعمل لي صيانه مش هعرف استخدم التواليت لا انا عامل لك محبس خارجي انا بفضل كده وتعلمت على كده وشايفة انها مقتنع انها صح انا بعمل لك محبس جنب القاعده عشان لو في مشكله اقفل منها ما مشكله خلاص الدنيا شغاله معاك مظبوطه يا الرحمن. في بقى المخرج الشطافه انا لو انت عايز تخفيه بنحطه تحت القاعده انا عندي بين القاعده مثلا وش البلاطه اهو بين القاعده ووش البلاط 10 سم انا ساعات بحط ساعات احيانا بحط لك المخرج تحت التواليت بس ما بفضلوش بنسبه 70% لما تبقى الحاجه ظاهره كل حاجه قدامي تلاقي الدنيا معاك مظبوطه جينا هنا حضرتك طبعا العمود ما بندقش فيه طبعا الحيطه هنا البنا خدمنا ان هو مطالع بره الحيطه بره العمود شويه ومشينا على وش العمود جينا هنا حطينا السخان بتاعنا جينا هنا بقى دي الحته عندنا كده يا استاذ خالد دي بقى هنا الحته هنا كده الباب هيفتح على زي المتر ما هو واقف كده في ظهر الباب هنا هعمل دولاب او يونت من الاول للاخر طول الجنب ده كله كده حضرتك هيبقى دولاب من تحت غسالة ومن فوق استخدامات الحمام الشخص اليومية للمنظفات احط بقى بيرسيل الأريال للجيل الاوكسي مش عارف كل ما يلزم كل ما يلزم حاجة المسحوق عملت لك ده هنا دولاب دي وفرت لك مسافه 80 سم عملنا فيها غساله وعملنا فيها دولاب وان شاء الله باذن الله الغساله تيجي معاك لحد هنا كده وفوق ده كله دولاب معايا وبعمل تحت هنا ضرفتين اقفل على الغساله نفسها عشان خاطر بخار الميه والحمام والكلام ده بروح لك جاي عامل لك ضرفتين مفصلي يفتحوا الاقي الغساله قدام مني عملنا هنا حساب سخان طبعا العميل طلب سخان في الحمام وسخان في المطبخ طيب الحمد لله يا الحمد محمد صلاح فكرت وعملت حاجه اسمها باي باص على السخان بمعنى لو انا عندي هنا سخان وهناك في الحمام سخان افرض العميل في التشطيب سيادتك فكر يحط سخان واحد وقال لك اشغل سخان واحد عشان حاله ماديه او الظروف او الكلام ده او سخان عطل مني عم اعمل له صيانه لا انا اعمل لك باي باس خش كده المطبخ عم خالد انا عامل لك باي باس سيادتك وبقول لك المحبس اللي هناك ده المحبس ده طبعا احنا دي منى بالمناسبه عشان لياسه للعزل وتجهيز العزل ان شاء الله ثواني يا عم محمود محمود طبعا العزل بتاعنا جاي تحت المواسير بالمناسبه نرجع لمرجوعنا المحبس ده حضرتك تحت اليونت بتاع الحوض اخدناه مسافه ومشينا تحت الحوض حطيناه علشان المحبس ده لو انا فتحته هيشغل بسخان واحد يا السخان الغاز ده يا السخان اللي في الحمام اللي احنا شفناه قبل كده قفلت المحبس دوت يبقى اداني السخان ده للمطبخ والسخان اللي هناك للحمام اللي هناك يبقى المحبس ده بيديني وظيفه محبس ب 250 جنيه بس اداني وظيفه لو انا عندي هركب سخان واحد او اركب سخانين يبقى اقفل المحبس ده اديني سخانه او افرض سخان عطل معايا اروح لك جاي فاتح المحبس ده يديني ميه الناحيه الثانيه ويبقى انا شغلت الحمام والمطبخ والحمام الثاني بسخان لحين استدعاء صيانه السخان الاخر او اشغل سخانين دي كلها معانا في مضموننا طبعا عندنا هنا المطبخ طبعا هنا دي غساله سخن وبارد ده محبس للسخان اللي قلنا عليه الباي باس بتاع السخان طبعا واخدينها من فكره السخان الطاقه الشمسيه او السخانات المركزيه ده هنا حوض معايا بالصرف بتاعه ثلاثة بوصه مباشر على بره على خط الصرف آه طبعا عاملين طبعا جلترابات وشغل ان شاء الله هيعجبكم جامد جدا في فنيه السادات هنا عندي المخرج المحبس اللي هناك ده اهو ده بتاع البارد بتاع القطعه دي بص حضرتك انا مشيت من هنا الدخله بتاعتي هنا مشيت بيها المسافه دي كلها وحطيته على اليمين هناك علشان يبقى جوه اليونت بتاعي يبقى ما لقاهوش ورا الغساله هنا كده حضرتك لا الاقيه جوه اليونت ان شاء الله هناك عمل وطبعا حطينا مخرج فلتر وطبعا هناك هو ده مخرج غساله سخن وبارد غساله الملابس او الاطباق والعكس صحيح الناحيه دي نخش نبص الحمام التاني خش هناك يا عم خالد على مهلك على مهلك على مهلك خش الحمام الثاني وسع اذنك يا عم محمود كده طبعا هنا كده حضرتك بقى الديكوريشن المنظر الجميل اللي ستك شايفه ده كده هنا يا حركاتك تكتك يا جمالك يا ابو علي طبعا بعون الرحمن وبفضل الله ومنه وكرمه علينا عملنا الديزاين بتاعه عملت لك الجرافيك بتاعه بصور احنا طبعا واخدينها عن طريق السوشيال ميديا او النت او الكلام ده او مهندسين اصدقائنا بيعملوها لنا عملنا هنا ده هنا فراغ هحط لك الصوره بتاع الصوره بتاعته في اللينك في في الفيسبوك في اليوتيوب او ان شاء الله في اول كومنت برضو عشان تبقى شايف معايا المنظر النهائي لمكان التواليت هنا هيكون في ايه ده هنا فراغ في ليد بروفايل متقسم بارتيشن اجزاء كل جزء فيه فواصل رخام او سكوريت بحط عليها بقى الحركات والتكات بتاع الجمال والحمام بتاعك والرقة المناديل الشامبو يعني تبقى حاجات فاظه زهريه حاجات تبقى لذيذه جدا وعملنا هنا مكان ليد بروفايل جوه التواليت على التواليت بتاعي طبعا الشباك جه معايا هنا الشفاط طلب العميل ان هو يحط الشفاط فيه الحائط ما يحطوش جوه طبعا عايز يعمل جوه الالومتال لا جوه الالموتال. بقت حاجه ومش لذيذه عملنا له مكان شفاط لوحده طبعا عملنا مكان الفراغ اللي ستك شايفه الجميل ده كده ولده بروفايل طبعا ان شاء الله هيعجبكم جميل جدا 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 باذن الرحمن طبعا هنا بداية الجلسة بتاعتي فوق المحبس يعني يا دوبك زي ما احنا متعودين مع بعض يعني يبقى ايه ما طايلة الأرض المياه بتاعتي ده هنا محبس عمومي دي الحمام ده كل قطعة عود سيادتك عود سيادتك نصيحة من محمد صلاح بقول لسيادتك يا باشمهندس حط في كل حمام كل مطبخ كل قطعه عند سيادتك محبس عمومي عشان لو انا عندي مشكله في الحمام ده هقفل المحبس بتاعي عندي مشكله في الحمام الثاني في المحبس بتاع حد استدعاء السباك او القصه دي كلها طبعا السباكين زي ما انت عارف وقتهم مش فاضي وقتهم مش ملكهم فاحنا بنقول ايه اعمل محبس لكل قطعه ما تحطليش محبس عمومي للشقه كلها لا افرض قطعه قطعه باظت او محبس باظ او حاجه باظت اقفل ما عطلش الدنيا كلها حوالين مني حضرتك طبعا ده هنا محبس للصندوق ده شطاف بارد جنب التواليت شطاف خارجي ده الشطاف الخارجي بتاع ده شط خدمه الصندوق بتاعي طبعا عندي ده هنا مكان ليد بروفايل عندي هنا ده حوض نص ركبه هنا طلب العميل ان هو يحط شاور استثنائي يعني حاجه احتياطي يعني حاجه اللي هي ايه مش هستخدمها يعني حاجه احتياطي جالي ضيف او جالي اطفال في المدارس او الكلام ده عايزين يخشوا حمام بسرعه او الكلام ده يبقى عندهم مكان شاور هنا حاجه استثنائي مش حاجه اساسيه يعني الشاور ده استثنائي طبعا الخلاط خلاط دفن جروحي هنا صباب وهناخد منه ان شاء الله هند شاور صباب بالمحاول عندي ده هنا طبعا الناس كلها عارفه ان ضرير التقطير دي البيبه بتاع طبعا الشغل بتاعي زي ما ستك شايف بنسيب مكان العزل فاضي علشان اعزل تحت المواسير مش فوق المواسير وكل حاجة وليها حاجة يعني حضرتك ممكن تعمل عزل تحت المواسير وعزل فوق المواسير كل حاجة وليها حاجة يعني ساعات احيان بنسبة 30% ببقى مجبور ان انا اعزل فوق المواسير 30% 70% لازم تعزل تحت المواسير دليل التقطير بتاعك هنا اهوت عشان لا قدر الله عندي اي تسريب او اي حاجه في الحمام الميه تخرج لي مني على بره طبعا لسه بنعزل ان شاء الله بنجهز مرحله العزل بتاعتنا وان شاء الله باذن الرحمن يا رب آه ينول اعجابكم وان شاء الله باذن الله تابعونا تابعونا احنا هنا في مدينه السادات منوفيه بنعمل طفره بنعمل شغل جديد ما انا عن نفسي دخلت كذا مكان في المدينه حوالين مني ما لقيتش حد عامل الشغل الجميل دوت انا بقول عليه جميل عشان صنع ايديا اللهم لك الحمد دي ايدينا هي شقيانه وشغالين بايدينا ما احناش بنقعد في البيت او في المكتب وبناخد تعليمات بالتليفون اللي احنا بنعمل شغلنا بايدينا اللهم لك الحمد عشان كده بيطلع جميل لازم ما كنتش فخور بنفسي ما حدش يبقى فخور بيا آه ان شاء الله تابعونا على احدث صيحات الموضه الجديده الحديثه المتطوره في السباكه الحديثه مع محمد صلاح ابو علي وتابعوا فيديوهات الفيلا هنا او البيت هنا هيعجبكم جامد جدا 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 كل فيديو مهم وخطير ومفيد لكل حد عايز يعمل شغل طبعا البيوت كلها شبه بعضها الديزاين بيبقى بنسبه 90% ماشي كله مع بعضه حاول لما تيجي تعمل في بيتك لمسه صغيره لمسه صغيره في الفراغات دي كده كده انا ببني حائط لمسه صغيره بتديك شكل جمالي واستثنائي وتبقى حاجه جميله جدا 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 في التشطيب بتاع سيادتك يا رب اعجبكم. وتابعونا باذن الله على صفحه سباك شوت على اليوتيوب وصفحه سباك شوت على فيسبوك ولا تنسونا من صالح دعائكم دعوه صالحه من رجل صالح تكفينا بالدنيا وما فيها شكرا لكم ورمضان you okay.